هذا وتم خلال الملتقى مناقشة ثلاثة محاور هدفت إلى استعراض تجارب تعزيز التعايش العالمي والأخوة الإنسانية والتعايش السلمي بهدف الوصول إلى نقاط مشتركة في عدة موضوعات. تجربة حية ضمتها مملكة البحرين من الشرق إلى الغرب، احتضنت المملكة الجميع لتعزز التعايش العالمي في ملتقى البحريني للحوار. هذا وناقش الملتقى في افتتاحه أهمية الحوار بين الأديان، مؤكدا نهج مملكة البحرين الداعي للحوار لمد الجسور بين الجميع وخلق نقطة توافق تعزز السلام. وتطرقت جلسته الأولى إلى عرض تجارب تعزيز التعايش العالمي والأخوة الإنسانية التي تتطلب عملا جماعيا من قبل الجميع لتصل إلى العالم. العالم كله يطرب فرحا عندما يعرف بأنه بده يجي على البحرين إلى لقاءات كهاللقاءات العظيمة هيدي. نحن بنعيش كلنا تحت برعاية صاحب الجلالة اللي حامل هالقيم العالية، هالقيم اللي نحن بحاجة إلى بكل أنحاء العالم. فأنا من الأشخاص الموجودين هون اللي سعيد جدا أن يكون في هذا المنتدى، هذا اللقاء العالمي اللي بيثبت الأخوة والصداقة والمحبة بين الشعوب. جلالة الملك أعلن هذا الملتقى في وقت كل العالم يحتاج إليه. أعلن هذا الملتقى ليكون نقطة انطلاق ليستمر في شرق الأرض وغربها. الآن أنا أنظر في القاعة، هناك وجوه وقامات عالمية مهمة جدا في هذا الملتقى، توجهت من بلادها إلى هنا من شتى الأصقاع ومن شتى المنابت ومن شتى الأطياف. يعني التعايش السلمي الذي يدعو الإنسانية إلى الوحدة وإلى المحبة وللوئام، هذه القضية قضية هامة، ونشكر البحرين على هذه المبادرة لدعوة الرجال الدينيين والسياسيين لطرح هذه القضية ولوجود حلول على الإنسانية للتعايش السلمي. كما خصصت الجلسة الثانية لمحور التعايش السلمي الذي تتميز فيه مملكة البحرين، ويأتي إعلان مملكة البحرين شاهدا على ذلك، فهذه الوثيقة تترجم النموذج الحضاري الرائد ومجتمع مملكة البحرين الداعم للتعايش والقبول. من هذا الإعلان الذي ننتظره على أحر من الجمر، صراحة نحن موقنون بأن البشرية ستكون أمام عتبة أفق جديد من التعاون، ليس لسكان البحرين فقط، وإنما كما أيضا نرى في هذه الملتقى وفي هذا المؤتمر، في هذه الجمعة الطيبة، عدد كبير من الأديان، عدد كبير من الجنسيات والأعراق المختلفة جاءوا من كل قارات العالم ليقولوا بأننا ندشن عهدا جديدا. إعلان البحرين لكنه ليس فقط للبحرين وإنما للأسرة البشرية بأسرها إن شاء الله. طبعا لما يكون في إعلان لمملكة البحرين عن التسامح والتعايش ما بين الجميع، ده بينعكس يعني أولا على مملكة البحرين. إحنا عايشين في مجتمع نقدر نقول عليه فلتة الطبيعة، تلاقي الكنيسة جنب الجامع، جنب المأتم، جنب الكنيسة، جنب المعبد، فده شيء راقي جدا، والكل عايش في محبة وقبول. واحنا لما بنتكلم باللي عايشينه وباللي لامسينه من الكبير والصغير وفي المدارس وفي المستشفيات وفي كل مكان، حقيقة احنا فخورين بمجتمع البحرين وفخورين بالروح المحبة اللي بتسوده، والروح دي احنا بننقلها في كل مكان. مملكة البحرين تحرص على تعزيز التعايش السلمي في العالم كافة من خلال هذا الملتقى الذي يستضيف مجموعة كبيرة من الشخصيات البارزة في مجالاتها المختلفة بهدف توحيد الجهود. ملتقى البحرين للحوار أتى تحت عنوان الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني، وأتى ليؤكد على أهمية الحوار بين الأديان والتعايش السلمي بين الأخوة الإنسانية، انطلاقا من مملكة البحرين مهد السلام. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.